Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dersin اليوم راح يكون عبارة عن جمل تركية بطبيعة الحال. راح تكون جمل ممكن تحتاجوها في المحادثة، وراح نضيفها إلى الفيديوهات الباقية الخاصة بسلسلة الجمل. إذن راح نبدأ مع الجملة الأولى، واللي هي على شكل سؤال. بالمدين بشيء مفار؟ بالمديم بير شيء ميفار، هل يوجد شيء لا أعرفه؟ إذن بالنسبة لبالمديم، هنا عندنا جذر الفعل بيل من مصدر بيل مك اللي هو المعرفة، زائد ما أداة النفي، زائد لاحقة دك. هنا وضعنا د لأنه عندي بعد الكي جاء حرف صوتي، لهذا الكي تغيرت إلى يوموشاكي. هذه اللاحقة كنا تكلمنا عليها في درس خاص، اللي مازال ما يعرفهاش تلقاو الرابط الخاص بها في صندوق الوصف. وآخر الكلمة هو بسيط جدا، بشيء يعني شيء، مي هي أداة سؤال هل، فار يعني يوجد. ننتقل للجملة الثانية. Kaçmaktan yoruldum. Kaçmaktan yoruldum. تعبت من الهرب. Kaçmak اللي هو الهرب. Tan كان في الأصل دان اللي هو حرف الجر. بما أنه هنا عندي حرف كي اللي هو حرف من أحرف فستك شهاب، فتغيرت الدي إلى ت، أصبحت تان. كاتشماك تان يعني من الهرب أو الهروب. يورولدوم تعبت. ننتقل للجملة الثالثة. سندي بيني الله. سندي بيني الله. أنت أيضا افهمني أو أنت أيضا افهميني. هنا بالنسبة لسندي أتت بمعنى أنت أيضا، فهنا ممكن في مكان سان نوضع سيس ونقول سيزدي. سيزدي بيني أونلاين، هنا سان دي بيني أونلا، لكن سيس نقول أونلاين. بإضافة لاحقة سيس، وهنا وضعنا حرف الحماية ي لأنه عندنا التقاء الحرفان الصوتيان. نيسه بالنسبة لساندي باندي سيزدي إلى آخره، يعني جميع الضمائر مع ترجمتها وتصريف الفعل الذي يأتي بعدها راح تلقاوه كامل في درس خاص، راح نضعكم الرابط الخاص به في صندوق الوصف. وحتى بالنسبة لبيني سيني سيزي إلى آخره، يعني ضمائر المفعول به، أيضا راح تلقاو الدرس الخاص بهم في صندوق الوصف. عنا جملة أخرى. Bunlar kendimizi inandırmak için bulduğumuz bahaneler. Bunlar kendimizi inandırmak için bulduğumuz bahaneler. يعني هذه أعذار وجدناها من أجل خداع أنفسنا. نعطيكم موقف على هذه الجملة. مثلا شخص ما يقوم بعمل سيء ويلقى يعني أعذار أو أسباب حتى يخدع نفسه أنه يوجد سبب اللي خلاه يقوم بهذا الشيء السيء أو بهذا العمل السيء. فنقول له مثلا بونلار kendini inandırmak için bulduğun bahaneler. Bunlar kendini نفسك inandırmak için yani لكي تجعل أو لكي تخدع نفسك bulduğun bahaneler. الأعذار التي وجدتها. إذن هذا الجملة رائعة ولازم دايما نذكر أنفسنا بها أنه لا نخدع أنفسنا ونجد أعذار على العمل السيء اللي قمنا به. bunlar هؤلاء كانديميزي أنفسنا
inandırmak yani cel enfusena nusaddiq için min ajl bulduğumuz elleti vecednaha bahaneler yani el hucac ev el a'zar. بالنسبة لكنديميزي ننظرمك إتشن اللي هي من أجل خداع أنفسنا، هنا ليست ترجمة حرفية. ننظرمك يعني جعله يصدق. كنديميزي ننظرمك إتشن يعني من أجل جعل أنفسنا نصدق. بالنسبة للخداع هو كاندرمك. لاحظت هنا أيضا عندنا اللاحقة دك اللي تغيرت إلى دو. بولدوموز التي وجدناها. إذا فهذه اللاحقة مستخدمة بكثرة، فلازم تعرفوا كيف نستخدمها ومتى نستخدمها إلى آخره، يعني التغيير اللي يطرأ عليها. ننتقل لجملة أخرى. بنيم وقتم آس ودايرلي بكلميدة سفمان. بنيم وقتم آس و değerli beklemeye de sevmem. Vakti kalil ve kıym ve la uhibbu el intizar. Benim vaktim vakti az kalil ve değerli yani kıym. Beklemeye de hna hna beklemeye يعني الانتظار. هنا في الأول كان بكلمك اللي هو الانتظار، الكي تحولت إلى يومشاكي، والسبب أني لما وضعت لاحقة المفعول به اللي هي حرف إي تحول الكي إلى يومشاكي لأنه أتى بعدها لاحقة فيها حرف صوتي أو تبدأ بحرف صوتي. هنا د أتت بمعنى و بكلميه ده يعني والانتظار. سيفمام يعني لا أحب. هنا النفي مع الزمن الواسع. بالنسبة اللي مازال ما يعرفوش الزمن الواسع أو النفي فيه، لأنه كنا تكلمنا عنه بكل التفاصيل، ربما قسمته إلى قسمين أو ثلاثة، فراح نخليكم كامل الروابط الخاصة به في صندوق الوصف. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu sana? هل يليق بك؟ مثلا شخص ما يقوم بعمل غير محبب فتقول له يكشيو مو سانا، هل يليق بك؟ يعني هذا الشيء اللي عملته لا يليق بك، يعني لست أنت الشخص الذي تقوم به.